تفوق فريق السواحلي وديان على ناظره الجمارك بهدفين نظيفين في مباراة ودية خيرية يعود ريعها لمرضى الكلى. مرحى للقلوب الرحمة، اللقاء الخيري الذي احتضنته المدينة الرياضية مصراتة كان تفوق للسواحلي بهدفين نظيفين عن طريق عبد الرحمن أبو سنينة وأحمد أبو دبوس. وبحضور الجمهور أقيمت المباراة في أجواء خيرية لمساعدة مرضى الكلى في توفير مبلغ مالي وصل إلى 17,000 دينار في بادرة تحسب لإدارتي نادي السواحلي والجمارك. هذه المباراة جت كبادرة إنسانية، جت من تفكير جمهور إدارة نادي السواحلي وباركتها إدارة النادي. هذه المباراة غرض منها اليوم مش فني، غرض منها اجتماعي. دخل هذه المباراة أو إرادها لإخوتنا مرضى الكلى الذين يعانون مرض الكلى، يعني قصدي من مشاكل في نقص المواد التي تتعلق بعلاجهم. فرأى جمهور نادي السواحلي أن يأتي بهذه المبادرة ولعب مباراة خيرية ويكون الدخل متاعها وإرادها لهذا الفريق. طبعا هذه المبادرة تأتي في الدور الاجتماعي الذي يوليه نادي السواحلي اهتمام كبير يعني.